باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نحن في بيت لحم وبدنا نتكلم عن تاريخ فلسطين، تاريخ فلسطين المسيحي. ممكن ناس يقولوا إنه هذا التاريخ ما بخصنا، إحنا غير مسيحيين. إذن أولاً هذا التاريخ يخصنا لأننا مسيحيون، ثانياً هذا التاريخ يخص أيضاً المسلم الفلسطيني. ليش؟ لأنه هو تاريخ فلسطين. يعني خليني أقولكم إياها بكل وضوح، تاريخ الكنيسة في فلسطين هو تاريخ فلسطين. يعني أول مرة حمل اسم هاي البلاد، انعطت اسم فلسطين على زمن الإمبراطور أدريانوس، سماها باليستينا، جكر باليهود. أول ناس سكنوا، خلينا نقول أول ناس انحكى عن بلدهم فلسطين هم مين؟ المسيحيين، في القرن الثاني الميلادي. والمسيح ولد في هاي الأرض، أرض كنعان. شو منعرف إحنا عن تاريخنا؟ برجع على كلمة البابا الطباوي يوحنا بولس الثاني، يسهل اقتلاع الذي لا يعرف جذوره. وفي عنا مجلة اسمها جذورنا، بتذكرنا شو أصلنا. ليش كثير مسيحيين بيهاجروا؟ يعني بقول لك هاي البلاد مش إلنا. طيب إذا المسيح ولد في بيت لحم، بشر به في الناصرة، عمل معجزات في الجليل وفي القدس وفي كل هالبلاد، جاب كل هالبجاب، يعني جال كل هالبلاد شرق وغرب، تألم مات، تألم صلب مات، قام من بين الأموات في القدس، ولسه منقول هاي البلاد مش إلنا. مين بده يوهمنا انه هاي البلاد مش إلنا؟ الإسرائيليين، اليهود. اليهود بدهم يمحوا كل التاريخ. فاليوم خلينا نعطي بعض لمحات عن، أولاً قبل ما نحكي عن، أو خليني أحكي اليوم بما أنه إحنا في محاضرة دينية مسيحية مش تاريخ. لو تاريخ كان حكيت لكم عن هيرودس الكبير، كان حكينا عن جبل هيرودس، بس هذا منخليه للقاء، لندوة تاريخية. خلينا نحكي عن نابلس. نابلس هي أساسها شكيم أو سوكار، اليهود بسموها شخيم، ومكانها مكان البلد القديمة هو اليوم مكان مخيم بلاطة. إذا بتسمعوا عنه مخيم بلاطة، هذا هو المكان، المدينة القديمة. الرومان احتلوا هاي البلد اللي هي أرض كنعان سنة 63 قبل الحساب الميلادي، الجنرال بومبيوس، الجنرال بومبيوس، وصار في كتير جنود رومان وجنود وضباط متقاعدين رومان ضلهم في أرض كنعان، يعني ما رجعوش على روما، ما رجعوش على إيطاليا. بدي أحكي عن واحد منهم اليوم، واحد من أبناء هذول الجنود أو الضباط الرومان، اسمه يوستينوس. يوستينوس إذن لاتيني ولكن روماني، ولكن بأي لغة كان يكتب؟ باليوناني. إذن مش لازم نفكر إنه كل واحد كان يكتب باليوناني إنه كان يوناني، زي ما اليوم هاي ترجمة إنجليزية لكتاب الجواب من الكتاب. اليوم بدك إشي يمشي في الدنيا بأي لغة بدك تكتبه؟ بالإنجليزية، اللغة الدولية صفت اللغة الإنجليزية، في الزمنات كانت اللغة اليونانية، وبالشرق الأوسط قبلها
احذروا اني لغة الآرامية، يعني السرياني. السرياني هو أساسه آرامي. طيب، يوستينوس يولد من أبوين رومانيين، هذا مفكر، فيلسوف، مسيحي. يولد وين قلنا؟ المدينة اللي اسمها؟ طيب من وين جاي نابلس؟ وهي احنا فلسطينيين مسيحيين، شو منعرف عن نابلس؟ اليوم شو فيها نابلس؟ بير يعقوب، هذا البير اللي اليهود بضلهم يتحفتلوا حواليه، وقتلوا راهب يوناني على اساس يخوفوا بطرقيه الروم الارثوذكس وتهرب من بير يعقوب، ولكن لسه موجودين المسيحيين، وفي كنيسه كبيره لحد الان غير مكتمله. واذا رغم استشهاد الراهب اليوناني لليوم في راهب، وعلى فكره اسم الراهب الخوري الموجود هناك هو برضه يوستينوس. نابلس، من وين جاي كلمه؟ اذا اول ذكريات هو بئر يعقوب. بدناش نحكي عن العهد القديم، خلينا نحكي عن السيد المسيح. بلتقي هناك مع مين؟ المرأة السامرية اللي بتستغرب كيف انت بتحكي معي وانت يهودي وانا سامرية. طبعا قصة السامريين هاي قصة طويلة عريضة، راح نحكي عنها في وقت لاحق. بتهمنا من ناحية تاريخية، بتهمنا من ناحية دينية. يكفي انه نقول انه السمرة السامريين موجودين في مدينتين في فلسطين، اولاهما نابلس والثانية هي حولون. حولون مش بعيد عن يافا. المهم، اذا الحدث الاول اللي بهمنا كمسيحيين حوار سيدنا يسوع المسيح مع مين؟ مع المرأة السامرية اللي بنقرأه في إنجيل يوحنا الفصل الرابع. بس خلينا نيجي على تاريخ الكنيسة، لأنه الإنجيل إحنا بنعرفه الحمد لله، ولكن شو اللي ما بنعرفه بالمرة؟ تاريخ بلادنا المسيحي. تاريخ بلادنا المسيحي يعني تاريخ بلادنا، حاف من القرن الأول للسابع الميلادي ما معناش خبر فيه. نابلس هي كلمة يونانية، نيا بوليس. نيا بوليس يعني المدينة الجديدة. وشو كان اسمها الكامل؟ فلافيا نيابوليس. الرومان إذن سموها، أعطوها اسم يوناني واسم لاتيني، المدينة الجديدة على شرف عائلة الفلافيين، شرف عائلة الفلافيين. على فكرة اليهودي اللي اسمه يوسف، يوسف لما انضم للجيش الروماني وصار روماني وثني، شو سمى حاله؟ يوسيفوس فلافيوس. برضه هو نسب حاله لعائلة الفلافيين الشريفة. اذا بتلاحظوا انه بالعربي انا ما قلتش نابلس، لأنه في العربي ممنوع التقاء الساكنين، نا الألف ساكنة والباء ساكنة. في العربي الدارج بنقول نابلس، بس بالعربي الفصيح لازم نقول نابلس. نابلس حتى ما يصيرش فيه ساكنين. فلافيا نيابوليس. مين اللي طبعا احنا شو بعرفنا اليوم عن نابلس؟ بنعرف انه في بير يعقوب، نعرف انه اليهود مرات بيعملوا طوش عشان يروح يصلوا هناك، وفي واحد منهم انقتل هناك بعد ما هم استفزوا الفلسطينيين. هاي القصة. نعرف جبل النار، نعرف الكنافة، صح، والصابون، صابون الجمل. اكتر من هيك سلامتك وتعيش. خلينا اليوم بس نحكي عن يوستينوس، لأنه كلامه مهم جدا وشخصيته مهمة جدا. يوستينوس مفكر، فيلسوف، مدافع عن الدين المسيحي. الدين المسيحي
كان بحاجة لمدافعين. ليش؟ لأنه كان يتعرض للهجوم. إحنا إمتى هلأ؟ سنة 90 للحساب الميلادي يولد يوستينوس. إحنا إذن مباشرة تقريبا بعد زمن الرسل. عادة بقولونا في تاريخ الكنيسة بقولونا فيه الرسل والتلاميذ، بعدين آباء الكنيسة الرسوليون هدول اللي طوالي بعد الرسل، وبعدين الآباء المدافعون. ومين أهم هدول المدافعين؟ القديس يوستينوس النابلسي، يدافع عن الدين الإيمان المسيحي أمام مين؟ أول شيء أمام الإمبراطور الروماني. تنسوش أنه هو كمان مواطن روماني. شو اسم الإمبراطور الروماني وقتها؟ أنطونينوس بيوس. أنطونينوس بيوس بيكتب يوستينوس كتابين، الدفاع الأول والدفاع الثاني عن المسيحية، وأيضا يدافع عن المسيحية وبيعمل حوار مع مين؟ مع واحد يهودي اسمه تريفون. تريفون، هلأ ممكن ناس يقول لك إنه تريفون هذا موجود ولا مش موجود؟ ممكن شخصية خيالية. إن وجد تريفون ولا ما وجدش تريفون، حوار يوستينوس مع تريفون هو الحوار المسيحي مع مين؟ مع اليهود، أو الصدام المسيحي مع مين؟ مع اليهود. اليوم مش راح نحكي عن اليهود، بكفينا حكي عنه، بدنا نحكي عن الدفاع الأول. الدفاع الأول رقم 67، طبعا بالنسبة لنا كفلسطينيين هوين نحفظ رقم قديش؟ 67، رقم النكسة. ماذا يكتب تقريبا؟ أنا النص حافظه تقريبا عن غايب، بس زي ما قلنا هاي مش محاضرة علمية، هاي ندوة دينية، فبقولكم الكلام في مجمله، ويمكن حتى يكون يمكن أنه يكون حرفيا مظبوط. بيقول له الإمبراطور رقم 67 في الدفاع الأول: كل يوم شمس. هاي أول هو إيميرا تو إليو، كل يوم شمس. شو بقولوا شمس بالإنجليزي؟ سن. معناه يولد ولد، يعني يوم الأحد. S U N سن معناه يوم الأحد. شو الأحد بالإنجليزي؟ ساندي، يوم الشمس. S-O-N هاي S-U-N باليوناني إليو. كل يوم شمس. نجتمع كلنا من المدن والقرى حول المترأس ونقرأ. شوفوا ايش بنقرأ: مذكرات الرسل. شو مذكرات الرسل؟ يعني العهد الجديد، يعني الأناجيل المقدسة، يعني أعمال الرسل، يعني الرسائل. مذكرات الرسل وكتابات الأنبياء. بتلاحظوا أنه في كل الخداديس عندنا، طقس البيزنطي واللاتيني والسرياني والأرمني والكلداني، أول شيء إيش بيبدو بعد بعض صلوات؟ إيش تيجيك؟ القراءات، الرسالة والإنجيل. ثم يحضرون للمترأس خبزا وخمرا يمزجها بماء. هون بدي أوقف. ماذا نفعل نحن المسيحيين؟ على فكرة هذا بيشهد لإيش؟ بيشهد إنه المسيحيين كانوا يصلوا كل يوم أحد. كل يوم أحد. هلا في ناس في كتب التاريخ أو في كتب أعداء المسيحية من البدع في الشرق والغرب، شو بقول لك؟ اللي اخترع يوم الأحد هو الإمبراطور قسطنطين، وهو وثني، لأنه كان عيد العطلة الأسبوعية يوم أحد عند الوثنيين. بس إحنا قبل
قسطنطين. قسطنطين يعني أي سنة؟ يعني بعد سنة 313. هي عندنا شهادة من قبل سنة 160 ميلاديا. إيش بتقولنا؟ إنه المسيحيين كانوا يصلوا يوم الأحد. من إمتى هاي؟ من القرن الثاني الميلادي. وليش إحنا منصلي كل يوم أحد؟ لأنه سيد المسيح قام من بين الأموات أنه يوم؟ يوم أحد. بدنا نشوف شو بيقولوا باليوناني الأحد. اليوناني باللغة اليونانية القديمة والحديثة يوم الأحد هو كيرياكي. كيرياكي إميرا. كيرياكي بتذكركم كلمة إيش؟ كيريوس. شو يعني كيريوس؟ كيريا الرب. كيريا ليسون صح؟ يا رب ارحم. كيرياكي إميرا يعني اليوم الرباني، يوم الرب. نفس الشيء بالأرمني جيراجي. صعب لللفظ، دائما بقعد سنة عبين ما ألفظها. جيراجي جاي من اليوناني كيرياكي. في اللغات اللاتينية كمان ديمانش دومينيكا دومينغو شو معناها؟ يوم الرب. من اللاتيني دومينوس. وين موجود الكيرياكي هاي؟ موجودة بسفر الرؤيا فصل 1:10. شو بيقول القديس يوحنا اللاهوتي؟ بيقول كنت أنا يوحنا في جزيرة بطمس في وين هاي؟ أيوة. كنت في جزيرة بطمس في يوم الرب. إن كيرياكي إميرا. مع الأسف النظر مش مساعدني. أيوة. إن دي كيرياكي إميرا. كنت في جزيرة بطمس أنا يوحنا في يوم الرب. هكل حال إحنا مش بحاجة لكل هاي النصوص. يكفي أنه عنا حسب مرقس 16:1 أنه المسيح قام من بين الأموات أنه يوم السؤال. وهنا بدي أختم كلامي. هل المسيحيون اليوم في فلسطين في الأردن وفي كل محل تاني، هل في يوم الشمس نجتمع كلنا مش حول التلفزيون والفيديو والهش والنس والرحلات، بل نجتمع حول المترأس يعني في الكنيسة ومنقرأ الكتاب المقدس؟ هل طلاب مدارسنا ومعلمينا ومعلماتنا اللي بياخذوا إجازة بياخذوا عطلة يوم الأحد؟ لإيش مدارسنا بتعطل يوم الأحد؟ مش عشان تحضروا ميكي ماوس. عشان إيش؟ عشان أنا بتعرفوا شو قلت مرة لإدارة مدارسنا؟ إنه لازم تعملوا مدرسة يوم الأحد. ليش لازم تعملوا مدرسة؟ لأنه الهدف من العطلة مش قاعد يتم عند كثير من البشر. إحنا منعطل مدارسنا حتى المعلمين والطلاب يصلوا في الكنيسة، يقرأوا مذكرات الرسل وكتابات الأنبياء، ويشتركوا في الخبز والخمر المكرسة. إذا بيحضروا ميكي ماوس ولا بروحوا على السوبر ماركت ولا بروحوا شمت هوا على التلفريك، معناه مش قاعدين يتمموا إيه؟ الهدف اللي طبعا أدركتم شو القصد من كلامي. بتذكر بدي أنهي حديثي هون. لما كنا صغار المدرسة كانت تقولنا الشباب الصغار بيلبسوا بدلة، كنا نلبس هالبدلات الكحلية الحلوة يا ريت ترجع، والصبايا يلبسوا طقم كتير حلو مع البريه، يتجمعوا نعم يتجمعوا بهالمدارس ويطلعوا جميعا على الكنيسة.
صحيح انه قبل كنا طلاب مدارسنا الكاثوليكية يعني مدارس اللاتين، كنا سواء روم ولا ارمن كنا ناخدهم كلهم على مدرستنا، بعدين شو صار يقولوا لا يا عمي كل واحد يصلي وين؟ في كنيسته. السؤال هل كل واحد بيصلي في كنيسته وقديش بيصلوا في كنيستهم؟ اذا ما هي العبرة من نابلس؟ احدى العبر من نابلس الدفاع عن ايماننا المسيحي. قديش ضل المسيحيين في نابلس؟ يمكن 1000. ما فيش 1000 مسيحي على ما لا يقل عن 90,000 فلسطيني اخر اللي هم اذا مجموع اقل شيء في 90,000 سكان مدينة نابلس لوحدها. اذا بدناش بس نتذكر جبل النار، بدناش بس نتذكر الكنافة وصابون الجمل، بدنا نتذكر يوم الشمس يوم الرب. واذا يوم الاحد مش عنا ما بيكونش يوم الرب ببطل يوم الشمس بيصير يوم الظلام. شكرا لاصغائكم.